بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في محاضرة سابقة تكلمنا عن البرايم ايديز، شفنا امثلة عليهم، شفنا كاركتريزيشنز. صحيح اهم نتيجة وصلنا لها تبعت الفاكتورينج من البروبر ايديل اي از برايم ايديل اف اند اونلي اف الفاكتورينج تبعه از ان انتجرال دومين. الآن بدي أتكلم عن نوع آخر من أنواع الايديلز اسمهم ماكسيمال ايديلز. راح نشوف إيش يعني ماكسيمال ايديل، أمثلة عليها، شو علاقتها مع البرايم ايديلز، الفاكتور رينج تبع الماكسيمال ايديل. We have a lot to say about it. لكن قبل ذلك الصحيح بدي أقدم نظرية كتير كتير مهمة راح استخدمها كثير اليوم. theorem let R be a ring and let I and J be ideals of R. then I plus G اللي هو بيساوي العناصر على الصورة small i plus small j حيث small i من capital I and small j من capital J is an ideal of R. أعطوني two ideals اجمعوهم مع بعض. كيف يعني نجمعهم؟ إحداثيات، يعني عنصر من الأول زائد عنصر من الثاني راح يطلع معي ideal. Moreover, I is contained in I plus J and J is contained in I plus J. بمعنى أنه هذا ideal جديد بيحوي الأول وبيحوي الثاني. تعال خلينا نشوف البرهان للبروف. تعال نشوف لو أخذنا مثلاً A زائد B وألفا زائد بيتا belongs to I plus J. طبعاً مفهوم ضمناً إنه الـ A والألفا موجودات في capital I، الـ B والبيتا موجودات في capital J. تعال نشوف الفرق بيناتهم. A plus B minus alpha plus beta. طبعاً بوزع وبعيد ترتيبهم تصير A ناقص ألفا زائد B minus beta، وهذا طبعا موجود في I plus J. since A minus alpha موجودة في I كون هذول العنصرين في I و I ideal، فالفرق بين أي عنصرين في موجودات في I، وبنفس الأسلوب B minus beta موجود في J. هي هذا الشرط الأول. طيب let R be an element in R. تعال ناخذ R في A زائد B، هي عنصر من I plus J ضربته من عنصر من عناصر R. طبعا خاصية التوزيع هذا بيعطينا R A plus R B and this is in I plus J since R A بينتمي لI and R B بينتمي لJ. أنا عندي الـ A في capital I، capital I ideal، فلو ضربته مع أي عنصر من عناصر R الناتج راح يكون في I، وكذلك بالنسبة لـ RB. طبعاً ما أنا ما حكيت عن الرينج إنه commutative أو لا، فإذا برضو لازم أشيك على ضرب من الناحية الثانية، هي عنصر من I زائد J وضربته من الشمال بـ R. خاصية التوزيع مرة ثانية this is AR plus BR again this is an I plus J since AR is in R and BR is in J. Hey, two. Now from one and two, I plus J is an ideal of R. تمام. إذا مجموع two ideals is an ideal. الآن لاحظوا لي إنه if
A belongs to I. Then A بقدر أكتبها A plus 0 وهذا belongs to I plus J. إنه J ID أكيد إنه 0 موجود. إذن كل عنصر من ممكن أكتبه كعنصر من I زائد عنصر من J. إذن هي الـ A موجودة في I زائد J وهذا بيحكي له إنه I is contained in I plus J. نفس الشيء if B is an element in J, then I can write B as 0 plus B عشان أرتبهم بس وهي هذا موجود في I plus J لأنه 0 أكيد أنه موجود في I والB موجود في J هي مجموعهم إذن هذا موجود في المجموع وبالتالي I deduce that J is contained in I plus J. إذن لاحظوا أنا استطعت أني أجيب ideal بيحوي الـ I وبيحوي الـ J وهو عبارة عن مجموع. Note that إنه if I and J are ideals then أنا عندي I تقاطع J محتوى في I محتوى في I plus J وطبعا عندي I تقاطع J محتوى في J وهذا محتوى في I زائد J. فإذا كل واحد فيهم جبت له واحد أصغر منه وجبت له واحد أكبر منه. أوكي. الآن خلينا نروح لموضوعنا تبع اليوم اللي هو concerning maximal ideals. Definition. Let R be a commutative ring with unity. And let M be a proper ideal of R. Then M is called a maximal ideal بالعربي مثالي أعظمي if for n ideal n of R with M contained in N contained in R we must have M equals N or N equals R. إذن معلش نشوف إيش الشروط اللي حطيناها. أول شيء إنه الR commutative with unity. طبعاً على فكرة maximal ideals بتتعرف يعني بعالم أوسع من هذا بس كتابكم يعني لسه هذا كتاب هيك مبتدئ فيعني بحاول إنه يعطيكم الأشياء بشكل بسيط. أنا بشترط إنه الM يكون proper ideal يعني مش كامل الرينك لا مجموعة جزئية حقيقية منه. بسميه maximal ideal إذا ما كان في ideals بينه وبين الR. إذا وجد ideal بينه وبين الR لا سوري هذا مش ideal مش راح يكون بهذا الشكل يا إما إنه بيساوي الN يا إما إنه بيساوي الR. مستحيل إنه يكون في ideal بيناتهم تماما يا إما فوق يا إما تحت فما في ideal أكبر من الM إلا الR كلها يعني. دكتور تفضل دكتور R ولا R M equals N M equals N or N equals R ال N هذه مش موجودة ما في ideal بيناتهم يا إما راح يكون ال M يا إما راح يكون ال R إطلاقا ما في شيء بيناتهم ideals ممكن يكون مجموعات بس مش ideal تمام؟ تمام. خلينا نبينها في أمثلة examples.
in Z, the ideal 3 is a maximal ideal while 6 is not. تعالوا أورجيكم ليش هذا الكلام. الثلاثة maximal ideal بينما الستة لا. طبعا شوفوا الستة هلا كتير سهل. لاحظوا إنه الستة محتوى تماما في ثلاثة والثلاثة محتوى تماما في زد. أي مضاعف للستة هو حقيقة مضاعف للثلاثة. فإذا أكيد إنه الايديل ستة محتوى في الايديل ثلاثة. الثلاثة موجود على اليمين مش موجود على الشمال. فإذا الستة محتوى تماما في الثلاثة. الثلاثة طبعا ايديل هو محتوى في زد بس ما بيساوي الزد كلياته. يعني الواحد موجود في زد بس مش موجود في الايديل ثلاثة لأنه الواحد مش من مضاعفات الثلاثة. So يعني هاي كانت كتير سهلة. So 6 is not a maximal ideal. طيب ليش الثلاثة maximal ideal؟ لاحظوا أول شيء إنه الثلاثة proper subset من Z since 1 belongs to Z minus 3. أنا اشترطت في الماكسيمال ايديل إنه يكون proper ideal. Yes, ثلاثة proper. طيب خلينا الآن أوريكم كيف التكنيك اللي أنا بشتغل فيه حتى أبرهن إنه الثلاثة أو أي شيء تاني بدي أبرهن إنه ماكسيمال ايديل. كيف ببرهن إنه ماكسيمال؟ Assume N is an ideal of R with 3 contained properly. N contained in where in Z أنا بشتغل. مين R هذا؟ Z أنا بشتغل. نفرض انه في عندي ايديل بين الثلاثة والزد وانه بيحوي الثلاثة تماما. بدي اوريكم انه الان هذا كابيتال ان هو زد. طبعا الثلاثة محتوى في ان بروبر اي معناته there exist ان small ان بينتمي لكابيتال ان minus 3. تمام؟ So ان does not belong to 3 وهذا means أو هذا implies إنه 3 does not divide n وهذا implies إنه ال JCD بين الثلاثة وال n بتساوي 1. معلش أنا بدور على القواسم المشتركة بين الثلاثة وال n. هلا الثلاثة قواسمها 1 و3. ال n أنا ما بعرف من قواسمها بس هي أكيد ما بتقسمش على الثلاثة. فإذا الثلاثة مش قاسم مشترك بين الان والثلاثة والثلاثة أصلا ما فيش غير الثلاثة والواحد إذا ما تبقى إلا الواحد. فالجي سي دي بين الثلاثة والان واحد. الآن بستخدم نظرية كتير مهمة سويتها في النمبر ثيوري إنه there exist ألفا وبيتا in Z such that 1 equals 3 ألفا plus n beta. تذكروا هذه برهناها في النمبر ثيوري انه دائما الجي سي دي لعددين صحيحين يكتب كلينير كومبينيشن منهم. فانا الواحد هو الجي سي دي للثلاثه والان اذا بقدر الاقي الفا وبيتا في زد بحيث اني اكتبهم مع بعض ويطلع الجواب واحد. طبعا لاحظوا انه هذا belongs to n since 3 الفا هاي من مضاعفات الثلاثة والثلاثة محتوى في N و N بيتا محتوى في N. تمام؟ فأنا عندي ثلاثة ألفا موجودة في N و N بيتا موجودة في N. ال N ما كانت مجموعة عادية هاي ideal. فإذا مجموع أي عنصرين فيها لازم يكون موجود فيها. فإذا الواحد موجود. Hence تتذكروا هاي برهناها ال ideal اللي بيحوي يونت هذا معناته هو كل الرينج hence n equals z لأنه الواحد موجود فيه. فإذا جبت ideal
بيحوي الثلاثة تماماً ما رح يكون proper ideal، رح يكون الزد كلياته، بمعنى أنه ما في proper ideals أكبر من ثلاثة. Therefore, 3 is a maximal ideal. تمام؟ الآن بدي إياكم هيك تفكروا لي بعناية، ليش الستة ما زبطت تكون ماكسيمال بينما الثلاثة زبطت تكون ماكسيمال؟ وين في البرهان؟ وين في هذا؟ يعني كان في خاصية للثلاثة استخدمتها بينما ما بتزبط للستة؟ بدي معلش تطلعوا بعناية، هاي فاتح لكم الصفحة طلعوا لي عليها، وين الإشكال؟ ليش الستة ما زبط يكون ماكسيمال بينما الثلاثة هو اللي زبط؟ شو رأيكم؟ خلينا أساعدكم، تعال نتطلع وين الستة. أنا بدي أمشي من هنا، بدي أحط مكان الثلاثة ستة. الستة proper ideal من زد، لأنه الواحد بينتمي لزد minus ستة. أوكي، assume n is an ideal of z with ستة محتوى تماما في n محتوى في زد. يوجد small n in capital n minus 6. الـ N ما بينتمي لـ 6، إذن الستة ما بتقسم الـ N، إذن JCD 6 و N بتساوي 1 ولا مو شرط؟ الصحيح هي هنا تكتباتي، لاحظوا الستة لا تقسم 4 مظبوط؟ لكن الجي سي دي بين الستة والأربعة شو بيساوي؟ بيساوي 2. لو كتبت 2 كلينير كومبينيشن من الستة والإن، معناته 2 موجودة في إن، هذا لا يعني إنه الإن هي كامل الزد. فإذا هانا هي الفكرة، إنه هانا إذا كان العدد كومبوزيت وما بيقسم إن، ما بالضرورة إنه يكونوا ريلاتيفلي برايم، بس لما يكون العدد برايم وما بيقسم N، مباشرة بستنتج إنهم relatively prime. فالفرق بين الثلاثة والستة الصحيح هي كانت هاي. هي الفكرة كان إني أجيب الواحد وأكتب الJCD بينهم كlinear combination. فالprime تزبط معه، النون prime ما بتزبط معه، وبالتالي فعلا أنا ممكن أعمم هذا theorem. Let n be a natural number greater than 1, then n is a maximal ideal of z if n, only if n is a prime integer. إذا كان الـ N prime بيطلع الـ ideal تبعه maximal، إذا الـ ideal maximal بيطلع الـ N prime. عشان هيك الثلاثة زبط إنها تكون maximal بينما الستة ما زبطت. الصحيح البرهان نفسه تماماً اللي اشتغلتوا على الثلاثة، راح اشتغلوا على الـ N هذه وراح تشوفوا إنه فعلاً راح يزبط البرهان عندي وبالاتجاهين. طوف. أسيوم إنه the ideal n is a maximal ideal. بدي أورجيكم إنه the n is prime. فبقول let a be in z with a b sorry n divides a b. N تقسم حاصل ضرب AB. بدي أوريكم إنه الN لازم تقسم واحد منهم. N divides A
or n divides b. الصحيح طالما أنا ببرهن or statement أحسن طريقة لبرهانها انفوا واحدة منهم وبرهنوا الثاني. خلينا نأسيوم إنه n does not divide a. ال n ما بتقسم ال a. بدي أورجيكم إنه لازم تكون ال ال ال, ال شو اسمه ال n لازم تقسم ال b. طبعاً n does not divide a. هذا بيؤدي إنه a does not belong to the ideal n. لأنه ال a مش من مضاعفات ال n، إذن هو مش موجود هنا. Let n be the ideal a plus n. هي أخذ two ideals جمعتهم. وهذا ideal of z. أنا ورجيتكم إنه مجموع two ideals بطلع ideal. فهذا ideal. طيب. فلاحظوا إنه ال n is contained properly in n وهذا محتوى في z. طبعا انا عندي الـ انا برهنت انه او خليني اكتب لكم اياها هيك بتفصيل. هاي n محتوى properly في a plus n اللي هي بتساوي n. طبعا n هي ideal من z. طيب ال n محتوى في المجموع هاي انا ورجيتكم اياها انه ال i محتوى في i زائد j، ال j محتوى في i زائد j. فأنا أخذت two ideals جمعتهم، فإذا أكيد إنه هذا راح يحوي الـ n راح يحوي الـ a. طيب ليش properly؟ لأنه لاحظوا since a belongs to a اللي هو محتوى في n but a does not belong to n. فإذا عندي الـ a موجود في n في capital N sorry ومش موجود في principal ideal generated by small n. فإذا فعلا هذا محتوى تماما. الآن ال N is maximal since N is a maximal ideal. وأنا عندي ideal بينه وبين ال Z وهو أكبر منه. We deduce that إنه ال n بتساوي ال z لأنه هذا ideal أكبر من small n ومحتوى في z. لا ما فيش هذا أكبر من small n، معناته هذا هو كل ال z. So الواحد اللي هو موجود في z اللي هو بيساوي n اللي هو بيساوي a زائد n. إذن الواحد موجود هنا والواحد يمكن كتابته كعنصر من هذا زائد عنصر من هذا. إذن يوجد ألفا وبيتا في زد بحيث أنه واحد بتساوي A ألفا زائد N بيتا. الواحد موجود بهذا زائد هذا، إذن راح يكون عندي عنصر من الأول زائد عنصر من الثاني، لكن عناصر الأول اللي هي مضاعفات الـ A وعناصر الثاني اللي هي مضاعفات الـ small. Now multiply by by mean by b. بيصير عندي على الشمال بتساوي b وعلى اليمين a b alpha زائد n b beta. معلش انا حطيتهم يمين شمال، مش ما كنت كتير مهتم لانه z commutative ring فممكن احطه وين ما بدي. وعلى فكرة هذا belongs to n. ليش؟ since since h since a b alpha belongs to n and n b beta belongs to n. معلش انا شو كان عندي، كان عندي a b sorry n divides a b. انا هاي ما حكيت عنها معلش. هاي طبعا لاحظوا هاي equivalent لانه ال a b belongs to n. ال n تقسمهم، اذا هذول من مضاعفات ال n. مضاعفات ال n معناته هذول موجودات هون. فاذا ال a b
موجود في الـ ideal generated by n، إذن أي مضاعف لإنه موجود؟ طبعاً هذا هي مضاعف لإن موجود، إذن مجموعهم موجود. So there exists gamma n z such that b بتساوي n gamma، لأنه الـ b موجودة في n، فإذن هي من مضاعفات الـ n، وهذا so n divides b. Therefore what? N is prime integer. مرة تانية، أنا كان عندي n تقسم حاصل ضرب عددين، إذا كانت ما بتقسم واحد منهم على طول استنتجت إنها لازم تقسم الثاني، فإذا لازم تقسم أحد هذول العددين، فإذا فعلا ال n is prime integer. فإذا إذا كان ال ideal generated by n is a maximal ideal، بطلع عندي ال n هذا is prime. تعال نشوف العكس. Assume إنه small n is a prime integer. وبدي أورجيكم إنه الideal generated by small n is a maximal ideal. الصحيح شوفوا التكنيك هذا نفسه اللي سويته للثلاثة راح يسويه للm. Assume n is an ideal of R with the ideal generated by n is contained properly in n وn is contained in z. بدي أورجيكم إنه الn هي z. طبعاً الn محتوى properly في n معناته يوجد، أنا هناك كتبتها n بس هلأ أنا بستخدم n، فخلينا أقول يوجد m in n minus n. إذن m does not belong to n. هذا implies إنه n does not divide m. وهذا implies إنه الجسد ل n و m بيساوي واحد، وهاي بدها تبرير because what n is a prime integer. وهذا اللي فرق ثلاثة عن الستة هون بالضبط. هلا ال n ما بتقسم ال m، أنا بدور على قواسم مشتركة بين الـ N والـ M. سوري، لأنه الـ N عندي قواسمها هي الواحد والـ N، فالخيارات يا واحد يا N. هلا الـ N مش قاسم مشترك، ما بتقسم الـ M، إذا ما ضل بينهم مشترك إلا واحد، وهذا زي ما حكيت لأنه الـ N is prime. لو كان الـ N مش prime زي ما حكينا إنه الستة ما بتقسم الأربعة، بس في بينهم قواسم مشتركة الاثنين. طيب so there exist alpha beta in z such that إنه واحد بتساوي n alpha زائد m beta، وهذا بينتمي إلى الـ ideal n since n alpha هذه موجودة في n وهذا subset من capital n، و m beta هذا موجود في n لأنه الـ m أنا أصلاً جايبها من كابيتال N، فأي مضاعف لإلها في N. فإذن الأول في N والثاني في N، فإذن مجموعهم راح يكون في N. إذن الواحد موجود في N، hence N equals Z and the ideal N is a maximal ideal. تمام؟ طبعاً لاحظوا نفس التكنيك تماماً اللي سويته للثلاثة، فإذاً للثلاثة للاثنين للخمسة للسبعة كله راح يزبط. فإذاً هنا بلاحظ إنه في Z الـ ideal بيكون maximal if and only if الـ generator تبعه is a prime integer. لاحظوا هاي هي نفسها سويت لكم إياها اللي هي كانت العلاقة بين الـ N is prime ideal if and only if small n is prime integer. وهلا ايش هلا طلع انه هذا انه maximal، ف يعني زي كانه
هذول متكافئات، بس يعني للأسف هذا ترى بشكل عام مش صحيح. هذا متكافئ بس في حالة الزد، لكن في غير الزد لا، رح أورجيكم أنه في أشياء مختلفة. خليني معلش بدي أمشي على نفس النسق اللي اشتغلت عليه في Prime IDs Theorem. Let F be a commutative ring with unity, then F is a field if and only if the ideal generated by zero is a maximal ideal. إذا بتتذكروا في درس المرة الماضية أنا أخذت commutative ring with unity، أثبت أنه integral domain if and only if zero prime ideal. هلا ببرهن أنه field if and only if zero maximal ideal. فتعالوا خلينا نشوف ليش هذا الكلام صحيح. assume f is a field. تتذكروا field معناته commutative ring with unity. كل non-zero elements are units. تمام؟ هلا بدي أوريكم إنه zero maximal ideal. كالعادة. Assume n is an ideal of f with zero. محتوى properly in n محتوى في f. بدي أورجيكم إنه الn هذا هو كل الf. طبعاً الزيرو محتوى properly في n معناته يوجد small n in capital n minus zero. So n belongs to f minus zero. في عنصر في f ولكنها مش الزيرو. And so n is a unit. لأنه ال f field إذا أي non-zero element is unit. Therefore n equals f. أي ideal بيحوي unit بيكون هو كامل الرينج. الآن الـ N موجودة في كابيتال N واستنتجت إنها يونت، معناته هي الرينج كاملاً، إذن هي كل الـ F. Hence, zero is a maximal ideal. لأنه إذا كان في ideal بيحويها properly، لا سوري، هذا راح يكون هو كامل الرينج. فإذا ما في ideals بين الزيرو وبين الاف. تعال نشوف العكس. assume zero is a maximal ideal. طيب maximal ideal شو بدي اسوي؟ بدي أبرهن إنه الـ F is a field، إنه أي عنصر غير الزيرو راح يكون إيش؟ راح يكون unit. فخلينا نأخذ التالي. Let A belongs to F minus zero. تمام؟ إذن الـ A does not belong to the ideal zero. ما هو الـ ideal zero هو بس العنصر zero. الآن الزيرو محتوى في الـ ideal A، محتوى properly في الـ ideal A، وهذا طبعاً محتوى في F. الزيرو موجود في كل الـ ideals. هو ideal هو subring، معناته راح يكون في الـ identity تبع الجمع اللي هو الزيرو. فالزيرو محتوى هون، طبعاً الـ A موجود في الـ ideal generated by A، بس مش موجود في الزيرو زي ما شوفنا بالسطر السابق. Now, maximality of zero implies إنه A equals F.
لأنه ما في proper ideals بين الزيرو والإف. هذا أكبر من الزيرو معناته هو كامل. الآن أنا حكيت عن الإف إنه commutative with unity، إذن الواحد موجود في إف اللي هو بيساوي A. إذن الواحد هو من مضاعفات الـ A، إذن يوجد B in F such that 1 equals AB. الواحد موجود في A هو من مضاعفات الـ A، إذن هيك راح يكون شكله. So A is a unit لأنه لقيت له multiplicative inverse، لقيت له عنصر أضربه معه يعطينا واحد. طبعاً R commutative ما في داعي أشوف يعني inverse من اليمين و inverse من الشمال. إذن أنا بديت non-zero element استنتجت إنه unit. طبعاً الـ R عندي أو الـ F عفواً commutative with 1، إذن كل commutative with 1 و every non-zero element is unit. Therefore what F is a تمام؟ إذن الـ F is a field. لاحظوا أنه كيف هيك الأشياء ماشية باتساق. نفس النظرية نفسها، تتذكروا المرة الماضية حكينا أنه 0 prime F and only F الـ R integral domain، هلا 0 maximal F and only F الـ F is a field. هلا نفس الشيء تتذكروا كنت أتكلم عن الـ polynomial thing. Theorem. Let F be a commutative ring with unity. Then F is a field. If and only if the ideal generated by X is a maximal ideal in F of X. X احنا شفنا هدول المرة الماضية اللي هم البولينوميالز with zero constant term، ما فيها constant term، تبدأ من x وطالع هي مضاعفات للx. إذا كان f field بيكون هذا ال ideal maximal في ال ring of polynomials. إذا كان ال x maximal في ال ring of polynomials 100% ال f راح يكون field. فخلينا نشوف هلا البرهان لإله. proof. assume f is a field وبدي أبرهن إنه الـ ideal x is maximal ideal. let n be what be an ideal in f of x with the ideal x is contained properly in N contained in F of X. بدي تتعلموا تماما تعامل مع الـ ideal، كيف بثبت انه maximal، كيف بثبت انه prime. هذا تكنيك كتير كتير مهم. طيب هذا شو يعني؟ معناته there exist F of X ينتمي ل N minus X، لأنه الـ N محتوى properly معناته راح يكون بهذا الشكل. هذا يعني الـ Fx مش من مضاعفات الـ X، معناته الـ constant term لإله مش 0. هلا Fx هذا بقدر أكتبه F0 plus F1x plus 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 لغاية Fn x to the n. تمام؟ وأكيد إنه الـ F0 الـ constant term تبعه مش 0. Now F0 طبعا هذا constant هذا belongs to F minus 0 وبالتالي هذا implies إنه F0 is a unit.
لاحظوا لي هلا انه اف اكس هذا تبعي او عفوا الاف نوت هذا بقدر اكتبه اف اكس ناقص او خليني معلش هيك بس اف نوت بلس اف 1 اكس بلس 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 اف ان اكس تو ذا ان ماينس اف 1 اكس زائد لغايه اف ان اكس تو ذا ان. هدول لو طرحتهم من بعض بضل عندي الاف نوت، بقيات كلهن ما هن نفسهن راح تروحن مع بعض، وهذا belongs to n. ليش؟ since f not زائد f1 x زائد 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 fn x to the n هذا اللي هو بيساوي fx وهذا موجود في n. أنا أصلاً بادي ب fx موجود في n. والثاني f1 x زائد لغاية fn x to the n. لاحظوا هذا ما في constant term، معناته هذا من مضاعفات الx. هي لو طلعت الx عامل مشترك بضل عندي f1 زائد f2x زائد 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 لغاية fn x to the n minus 1. هذا من مضاعفات الx، والx اللي أنا بعرف إنها محتوى في n. فإذا الأول في n والثاني في n، ال n ideal، إذا الفرق بيناتهم موجود في n. Therefore n contains a unit f not وhence n هي كل ال f x. اي ideal بيحوي unit هو كامل الرينج. اذا تعال نشوف ال x كان محتوى properly in n، ال n محتوى في f x، استنتجت انه ال n هي كل ال f x. thus what x is a maximal ideal. إذا كان ال F field ال ideal generated by X is a maximal ideal. طيب تعال نشوف العكس، لو كان ال X maximal ideal ليش ال F بده يطلع field؟ Converse. Assume إنه ال ideal generated by X is a maximal ideal of f of x. طيب بدي اثبت انه الاف فيلد، بدي طبعا هو كوميوتاتيف يونيتي معطى عندي في السؤال، انا بدي اثبت انه كل نون زيرو اليمنت از ا يونت. ليت A belongs to F minus 0. لاحظوا الـ A does not belong to X، لأنه الـ X هذا هو كثيرات حدود الـ constant term لها 0. الـ A مش 0، فإذا هذا مش من مضاعفات الـ X. لا يمكن أكتبه X ضرب something ويطلع عندي A، مستحيل، فالـ A مش موجود هنا. إذا الـ X محتوى properly في A زائد X اللي أنا بدي أسميه N، وهذا وين؟ هذا موجود في F of X. تمام؟ إذا الـ X هي هذا ideal، إحنا دائما حكينا إنه مجموعة two ideals بيطلع ideal، فهذا سميته N، وهي الـ X محتوى properly لأنه الـ A موجود على اليمين مش موجود على الشمال، فإذا هيو بهذا الشكل. Now maximality of X implies إنه إيش؟ إنه N equals F of X، لأنه هذا ideal بيحوي الـ X properly، فلا ما فيش properly، بده يكون كامل الرينج. Now, 1 belongs to fx
اللي هو بيساوي A زائد X. تمام؟ إذن يوجد ألفا X وبيتا X ينتمي ل FX بحيث أنه الواحد تساوي A ألفا X زائد B بيتا X. تمام؟ سوري مين بي؟ إكس بيتا إكس. تمام؟ تعال لاحظوا إكس في بيتا إكس هذا راح يعطينا إيش؟ راح يعطينا أشياء فيها إكس ما فيها كونستانت. الواحد كونستانت معناته إيش راح يكون؟ راح يكون عندي البيتا إكس إيكوال زيرو، لأنه لو ما كانت زيرو راح يصير في عندي هنا كثيرات حدود هي المجموعات مع بعض. طب كيف هاي بدها تعطي واحد؟ واحد هو كونستانتين، فإذا بيتا إكس بتساوي زيرو هذا كله راح، وA في ألفا إكس بتساوي واحد، هذا implies إنه ألفا إكس هذا مستحيل يكون في إكس، هذا بده يكون بتساوي ألفا بينتمي لكابيتال F، بده يكون كونستانت. وبالتالي الواحد بتساوي A ألفا، A في something أيوة موجود، إذن ال 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 وهذا في ألفا، إذن A is a unit. يعني برهنت إنه كل non-zero element في F is a unit، إذن F is a field. مرة ثانية هذه هيك شوي بدي أوقف عندها. أنا كنت بطلع على كثير الحدود اللي على الشمال واللي على اليمين. على الشمال واحد constant term، ما في x، ما في أشياء، إذا أي شيء في x، x تربيع كله هذا بده يكون zeros. طيب هذولا هيها x ومضروبة بأشياء ثانية، فإذا هذولا كلياتهم راح يكون فيها x، x تربيع، x تكعيب، فإذا هذولا كلهم zeros، فإذا البيتا zero ما فيش، هذا التين بده يروح، وهذول حاصل ضربهن واحد. إذن الـ A في الـ A 0 شو اسمه اللي هو الـ constant term تبعه راح يكون بيساوي الواحد، لأنه الـ constant term بده يساوي الـ constant term. إذن الألفة ما فيش غير إنه إيش؟ إنها تكون الـ constant term، وبالتالي هيها بتساوي واحد. فإذن حصلت على المطلوب إنه F indeed is a field. تمام؟ فإذن لاحظوا كيف هيك الأشياء تتقابل مع بعض. طبعاً الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، أنا تكلمت المرة الماضية عن Prime Ideal، اليوم تكلمت عن Maximal Ideal، يا ترى في بينهم علاقة؟ هل الماكسيمال بالضرورة يكون Prime؟ هل Prime بالضرورة يكون Maximal؟ ولا كيف يعني؟ تطلعوا أنا عندي هنا في الزد Prime طلع هو نفسه Maximal Ideal، لأنه Prime اللي هو Generated by Prime Integer يعطينا برايم ايديل، وطلع هذا ماكسيمال ايديل. فهل انه يعني البرايم طلع هو نفسه الماكسيمال، ولا يا ترى الاختلافات، ولا الزد هي حاله خاصه؟ لا، الزد هي حاله خاصه، وبدي اوريكم من خلال نظريه ومثال. كثير let R be commutative ring with unity. Then any maximal ideal of R is prime. إذا كان عندي maximal ideal 100% راح يطلع إيش؟ راح يطلع prime ideal. تعالوا خلينا نشوف البرهان. Proof. Let M be proper ideal of R, be a maximal ideal. وعلى فكرة التكنيك اللي راح استخدمه هو نفسه التكنيك لما برهنت إنه الثلاثة
أو عفواً إنه إذا كان الـ ID generated by N is maximal إنه بيطلع الجنريتر له نفس الشيء. Assume this is a maximal ideal. Let A be in R with A ضرب B belongs to M. هذول عناصر موجودات فيه. بدي أورجيكم إنه واحد منهم لازم يكون موجود وين؟ لازم يكون موجود في M. إذن بدي أبرهن إنه A belongs to M or B belongs to M. أنا ببرهن or statement فبنفي واحدة منهم وببرهن الثانية. Assume إنه A does not belong to M. معناته M is contained properly in the ideal A زائد M. هذا مجموع فالM موجود فيه. الA موجود على اليمين بس مش موجود على الشمال. هي هذا بدي أسميه N. وهذا طبعاً subset من R. Maximality of M implies إنه إيش implies إنه N equals R لأنه الM maximal ideal هي في ideal أكبر منه بينه وبين الR. لا ما فيش أكبر منه معناته بده يكون الR. ما في ideals تماما بين الM والR. الآن الـ أنا حكيت الR commutative with unity. الواحد belongs to R اللي هو بيساوي N اللي هو بيساوي A زائد M. معناته الA موجود في هذا الايديل. إذا يوجد B، لا سوري البي أنا مستخدمه، يوجد ألفا إن آر وسمول إم إن كابيتال إم with 1 equals A ألفا زائد إم. معلش بس أنا بدي تنتبهوا لي شوي. الواحد موجود هون، أنا راح يكون عندي عنصر من الأول زائد عنصر من الثاني، عنصر من الثاني عنصر من M أنا سميته small M. عنصر من الأول اللي هو الـ principle ideal generated by A إذن هو مضاعف من مضاعفات A، فإذن هيك راح يكون شكل الواحد. Now multiply by B to get إنه B تساوي A B ألفا زائد M B. مش مهم حطيت البي على اليمين على الشمال بالنص لأنه حكى لي commutative وين ما بدي أحطه بحطه. وهذا belongs to M sense. ليش؟ لأنه A B ألفا موجودة في M. لأنه أنا عندي ال A B موجودة في M. إذن أي مضاعف لها موجود في M لأنه ال M I D. And M B موجود في M. Small M موجود في M. إذن أي مضاعف له موجود في M. إذن الأول في M والثاني في M مجموعهم في M. Hence M is a prime ideal. ليش؟ لأنه إذا كان عندي حاصل ضرب عنصرين موجودات فيه واحد منهم لازم يكون موجود فيه. أنا حكيت افرضوا الـ A مش موجود استنتجت إنه الـ B موجود. لو حكيت إنه الـ B مش موجودة راح أبرهن إنه الـ A هي موجودة. لو عكسنا الحرف مكان الـ A حطينا B لا ينتمي لM وبكملها وبطلع مع الـ A موجود بهذا الشكل. فإذا أي maximal ideal بالضرورة إنه يكون prime. طيب هل prime ideal بالضرورة يكون maximal؟ In fact ممكن يكون زي ما شفنا بالZ لكن ممكن ما يكونش. فخليني أورجيكم التالي. طبعا لاحظوا the converse is not true in general. بدي أعطيكم مثال trivial بعدين مثال هيك يعني أصعب. لاحظوا إنه zero is prime ideal in Z. هذا برهنته المرة الماضية. إذا كان الرينج integral domain فالزيرو بطلع prime ideal. هذا prime ideal in Z but
not maximum. لأنه الزيرو محتوى probably الاثنين والاثنين محتوى probably في الزد. فإذا في ideals بين الزيرو والزد. فإذا الزيرو مش maximal مع أنه prime ideal حسب الشغل اللي شفناه المرة الماضية. طبعا ممكن واحد يقول لي هذا trivial example zero بس هل في عندك مثال أقوى من هيك شوي؟ الجواب yes I have a very very nice example وهذا كتير كتير نستخدمه في الليتريتشر. تعالوا خلينا نشوف المثال الثاني. هذا واحد اثنين the ideal x in zx is prime but not maximum. ليش؟ ترى أنا هذا برهنته. الآن x is prime since z is integral domain. أنا هذا برهنته واشتغلت عليه إنه بكون الرينج integral domain if and only if the ideal x is prime. وx is not maximal since z is not a field. أنا برهنت إنه بيكون ال x maximal ideal if and only if the R field. بس ال z مش field. أقصاها integral domain. فإذا ال x مستحيل يكون maximal ideal. فإذا هاي مثال ثاني على prime ideal that is not maximal. فممكن واحد يحكي لي وإله حق طبعا في هذا. طب أنت معلش أنت ورجيتنا الزيرو مش ماكسيمال في زد انك جبت ايديل اكبر منه ومش مش الزد. هل تقدر تجيب لي ايديل بيحوي الزد بروبرلي و يعني يكون بينه وبين الزد؟ ان فاكت يس ان فاكت اكس محتوى في الايديل جنريتد باي 2 اكس محتوى probably وهذا محتوى probably في Z of X. خليني بس أورجيكم هذا مين هذا. Note that the ideal generated by 2 وX هذا أنا ورجيتكم إياه سابقا. هذا اللي هو الideal generated by 2 زائد الideal generated by X أو اللي هو يعني 2zx أنا الرينج تبعي اللي هو الرينج of polynomials زائد x zx. الأول اللي هم كثيرات الحدود اللي الكوفيشنتس لهم كلهم زوجيات، والثاني اللي هم كثيرات الحدود اللي هم إيش اللي هم كلهم مضاعفات لx يعني ما فيهم كونستانتين. لما أجمع هذول الاثنين مع بعض الصحيح انه راح يطلع عندي هذا اللي هو بيساوي something like this 2n زائد a1x زائد a2x تربيع زائد 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 amx to the m حيث n و ai كلها اعداد صحيحة. هي كثيرات الحدود اللي الكونستانت تيرم فيها زوجي. تمام؟ فإذا بهذا الشكل الشكل عندي. مرة ثانية أنا إيش سويت؟ الأولاني هي مضاعفات الاثنين، فإذا هي كثيرات حدود كل حدودها زوجية. الثاني كثيرات حدود ما فيها كونستانت تيرم. لو جمعتهم لما أجمع طبعا هنا الثاني الكونستانت تيرم زيرو مع الأولاني زوجي، فإذا هذا راح يضل زوجي. الآن هذولا الإيز ممكن يكونوا زوجيات أو فرديات. أنا الأولاني بيعطيني زوجي، إذا الثاني كان المعامل زوجي فزوجي زائد زوجي بيطلع زوجي. الآن إذا كان في الثاني المعامل فردي ففردي زائد زوجي راح يطلع فردي. I don't care، أنا مش مهتم بهدول، ممكن يكون زوجيات أو فرديات، لكن 100% الكونستانتين راح يكون زوجي لأنه من الأول جاي زوجي ومن الثاني مش جاي شيء. طبعا لاحظوا أنه الX محتوى properly into
plus x, since 2 does not belong to x. الاثنين مش موجودة في الأولاني، فإذا هي محتوى brother. ولاحظوا إنه 2x أو اللي هي بتساوي 2 زائد x هذا محتوى properly في zx، لأنه الواحد بينتمي للzx minus 2x، الواحد فردي وأنا هذا الايديل 2.x اللي هم البولونوميالز اللي الكونستانت تيرم فيهم زوجي، فمستحيل الواحد مش زوجي، الواحد فردي، فإذا أكيد أنه مش موجود هون. فإذا هاي أنا وجبت لكم ايديل بحوي بهذا الشكل. In fact, moreover, صحيح هذا الايديل 2x is a maximal ideal of ZX. طبعا هذا مش principal ideal، مش generated by one element، generated by two elements. هذا maximal. خلينا أوريكم ليش هذا maximal. مش maximal، عفوا maximal إنه ما في ideal بينه وبين ZX. Assume إنه N is an ideal in zx with 2.x contained properly in n contained in zx. هذا بيتضمن انه يوجد fx بينتمي ل n minus 2.x. معناته شو معناته؟ معناته انه ال fx هذا اللي هو بيساوي f not زائد f1x زائد 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 fn x to the n ما بينتمي ل 2x. اذا ال f not هذا ايش؟ هذا مش زوجي، is not even، لانه هذولا اللي هم ايش راح يكونوا؟ اللي هم كثيرات الحدود اللي الكونستانت تيرم فيهم زوجي، هذا ورجتكم يا فوق، فهذا مش موجود هون، معناته الكونستانت تيرم له مش زوجي معناته فردي، معناته f not بتساوي 2k plus 1 for some k in z. تمام. now let gx بتساوي 2k زائد f1x زائد f2x تربيع زائد 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 لغاية fnx to the n. لاحظوا انه هذا موجود في 2.x اللي هي subset من n. هذا ليش موجود في 2.x؟ لانه constant term له زوج. ولاحظوا لي انه 1 بتساوي fx minus gx وهذا موجود في n. مرة ثانية أنا عندي إيش؟ أنا عندي هاي ال fx ال constant term في f not، ال f not طلع هيك شكله 2k plus 1. ال gx أنا بنيته نفس ال f، سيبوا ال constant term هذا، الباقيات هم نفسهم. فلما أطرح fx minus gx سيبوا لي الكونستانت تيرم f1x ناقص f1x f2x تربيع ناقص f2x تربيع لغاية fnx to the n ناقص fnx to the n، إذن هذول كلهم بروحوا. بيصير عندي f not اللي هو 2k plus 1 ناقص 2k، ما بضل عندي إلا مين؟ إلا الواحد. فالواحد موجود في n، hence n equals all of zx، لأنه بيحوي unit. إذن 2.x ما في ideals بينه وبين zx، لما جبت ideal أكبر منه طلع zx كلياته. Hence this and so 2.x is a
maximum ideal. إذا هاي عندي أنا ال x prime محتوى properly في 2 فاصلة x هذا maximal ideal وهذا محتوى properly في z x وبين 2 فاصلة x و z x إطلاقا ما في عندي أي شو اسمه أي ideals. فإذا هاي هذا طبعا هذا maximal maximal بالتالي automatically prime ال x prime لكنه مش maximal. أنا برهنت لكم يا باستخدام النظريات اللي سويتها إنه الزد مش فيلد معناته الإكس مش راح يكون ماكسيمال ايديل ولا بزيادة جبت لكم ايديل بيحوي موجود بهذا الشكل يعني أنا بكون كملتها كاملا. إذا في أي ماكسيمال ايديل إذا كان مرة ثانية بعناية ننتبه لها إنه الرين كوميوتيتيف وذ يونيتي أي ماكسيمال ايديل بيطلع برايم البرايم مش بالضرورة يطلع maximal ideal. ورجيتكم ال x في z x انه هذا prime not maximal ورجيتكم ال 0 في ال z انه prime not maximal. فلاش تسمحوا لي بدي اختم محاضرتي بنظرية كتير كتير مهمة ولن اجلها المرة الجاي خليني بدي اجلها بدي احكيها اللي هي تبعت الفاكتورينج. الفاكتورينج انا كان عندي ال i prime ideal f and only f the factor ring is integral domain هلا عندي ال i maximal ideal f and only f the factor ring is a maximal ideal. هاي خليها بدي أجلها للمرة الجاي بدي أوقف وأشوف إذا في أسئلة أو استفسارات حول الأشياء اللي سوينا. في شيء يا شباب أي أسئلة استفسارات ديما تفضلي. صار بدي أسأل إيش عن الامتحان مش هاي المحاضرة. آه تفضلي. لما كنا مرات نثبت إنه R subring مرات كنا نبين إنها non empty مرات ما كنا نثبتها بالامتحان أعتبرها non empty automatically ولا لازم؟ لا بدك تبرهني إنها non empty بس أحيانا بتكون كتير كتير واضحة بحيث إنه ما في داعي أحكي عن هذا. يعني إذا شفت الأمثلة اللي أنا ما حكيت عن موضوع النون إمتي كان يعني تريفيالي إنه فيها عناصر. لكن إحنا إذا بتتذكري النظرية تبعت الصبرينج إنه عندي S نون إمتي سبست من R بتكون صبرينج F and only F closed under subtraction closed under multiplication. نفس الشيء الIdeal نون إمتي set F and only F closed under subtraction والmultiplication عنصر منه عنصر من R اضربي يمين الشمال بده يكون موجود فيه. فدوما في عندي فكرة النون امتي بس زي ما حكيت أحيانا كنت أختصر أنه يكون trivially أنه هذا فيه عناصر مثلا يكون ideal generated by an element إذا كل مضاعفاته موجودة فبالتالي يعني هي automatically. ومن أسهل الأشياء اللي تشيك عليها أنه الزيرو تبع الرينج طبعا بغض النظر كيف شكل الزيرو أنه عنصر موجود في هذا هيك بتضمني انه نظمتي. طب دكتور بالأسئلة الإثباتات بالامتحان حتكون بصفحة واحدة؟ ما بعرف يعني هي انت بعتمد عليك. والله انا بدي احكي لك عن الهومورك صلحته ووصلتكم نتائجه. في طلاب انا الهومورك كان ثلاث أسئلة في طلاب صفحة واحدة وربنا الله كامل يعني متكامل ما في اي كلام. في ناس ثلاث صفحات وأربع صفحات. بالأسئلة. نفس الامتحان رح تخلي يعني كل سؤال ببيج ولا إنه الأسئلة كلها تحت بعض؟ هذا قصدك؟ لا هو رح يكون one way زي تعليمات الجامعة one way كل سؤال بصفحة بدك تجاوبي وبعدين تنتقلي للجواب اللي بعده. الأسئلة في منها موضوعي وفي منها مقالي. المقالي بدك يعني بتقرأي السؤال تحليه على ورقة بتصوريها وبترفعيها وأظن ما عندكم مشكلة في عملية الرفع بتصور وفي مكان إنه أبلود هير بتحمل الملف على المكان. الآن كان صفحة أو أكثر مش إشكال أنا مسوي إنه يقبل أكثر من صفحة بس أنت إذا رتبتي لي إياه بحيث يطلع في صفحة واحدة يكون أسهل عليك عشان الأبلود لما يعني ترفعي صفحة واحدة غير لما ترفعي ثلاث صفحات وأربع صفحات أكيد بياخذ منك وقت أكثر.
فإنه الواحد يرتب إجابته ويكتبها وهيك. أنا معطيكم وقت كافي إن شاء الله للامتحان، يعني ما راح يكون في مشكلة وقت، بس إنه بدي تحلوا لي إياه بشكل كويس ودقيق. تمام دكتور، شكرا. تمام. أسئلة أخرى يا شباب؟ طبعا نذكركم مرة ثانية الامتحان راح يكون إن شاء الله يوم الجمعة من 8 للتسعة على GU exams، راح أكتب لكم إياها اليوم إن شاء الله، ومن باب التذكير ضروري جدا إنه نشوفها. استعدوا كويس، بدي تكونوا فاهمين كويس، الامتحان بسيط لكنه دقيق، بدي أكون يعني فاهم الأشياء في مقالي وفي موضوعي، بدي أكون مستعد على الأمرين. تأكدوا أنه أموركم كلها تمام، تأكدوا أنه الإنترنت عندكم كويس، إذا في مشاكل بدكم تكونوا حلتوها. مشكلة أنه إحنا راح يكون عندنا يعني حظر من 8 إلى 9، فيعني بده يكون الواحد يعني فعلا مستعد بشكل كويس على موضوع النت أنه ما يكون في مشاكل إن شاء الله. أوكي، إذا ما كان في أسئلة أخرى بتوقف عند هذا القدر. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.